أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية المسيح، تحية أهل الملكوت، تحية يوم يلقونه سلام. سلام لكم، معكم الدكتور خالد الشمري. يحذرنا الرب من أن نسوي الصدقة بهدف التفاخر والتظاهر أمام الناس بعمل الخير. فيقول إنجيل متى الإصحاح السادس: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمدحوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. كلمة احترزوا هنا جاءت بمعنى انتبهوا علشان لا تسقطوا في فخ حب الشهرة أو اكتساب احترام الناس أو حب السيادة، وبذلك تخدعون أنفسكم قبل ما تخدعون الناس. المسيح يبغى ينقي دوافعنا ويدعونا علشان نفحص أنفسنا من الداخل وأسباب تصرفاتنا. يقول المسيح: هؤلاء استوفوا أجرهم، لقد صنعوا الصدقة بهدف كسب مديح الناس وقد نالوا أجرهم من الناس. أعزائي المشاهدين، إن الصدقة الحقيقية هي ثمر الإيمان وعمل روح الله في الإنسان. فالإيمان يملأ قلب الإنسان بالحب الصادق والشفقة وأحشاء الرأفة تجاه الآخرين، فيتحنن عليهم ويشعر باحتياجاتهم، اسوى بالسيد المسيح الذي تحنن على الجموع. وتقديم الصدقة كما يقول الرب يسوع يكون في الخفاء، وهذا احتراما لمن تساعدهم علشان لا تجرحوا وتسئلوا دون قصد منك. والأمر الثاني، علشان لا تعيش أنت في دور المحسن الكريم فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. انسى أنك ساعدت شخص، انسى أنك صاحب أفضال، وتذكر أنك خادم في يد الله، فلا تشعر الفقير أنك صاحب الفضل عليه. والله يرى ما في الخفاء، يرى دوافعك وقلبك وفكرك، وهو فاحص القلب والكلى، وهو الذي يجازي ويكافئ. أعزائي المشاهدين، تقول رسالة يعقوب الإصحاح الأول والآية 27: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. إن السيد المسيح تبارك اسمه جاء علشان يغير نظرتنا للحياة وإلى الآخرين، ليؤكد لنا أن حب الآخرين هو ثمر محبة الله والقرب منه. هو كمان دليل على معرفة الله وجوده الحقيقي في حياتنا وبرهان محبتنا له. المسيح دائما ينظر إلى قلب الإنسان وهدفه تطهيره وتنقيته من كل دوافع غير لائقة بإيماننا به. الله ما يعطينا مسكنات، ولكنه يستأصل المرض الخبيث من أرواحنا، فيصير سلوكنا ثمر الروح القدس الذي يسكن بداخلنا، ومش هدفه أن نسعى له في حد ذاته. نصلي هذه الصلاة يا إخوان. يا إله السماء، يا إله المحبة، نشكرك يا رب على المحبة وحشاء الرحمة والرأفة اللي أصلا هي من عندك. يا سيد العظيم، أسألك يا رب وأسأل بالنيابة عن كل من يشاهد هذه الحلقة الآن، أنه نقي دوافعنا ونجعل نفعل الخير يا رب الخفاء عشان أنت تمدحنا، مش عشان ندور على مدح الناس، ولكن عشان أنت يا رب إله السماء يا رب تكون راضى عننا. أشكرك يا رب على هذه النصيحة وعلى هذه القدوة، أنك تحط في قلبنا يا رب أنه نفعل كل شيء من أجل مرضاتك وحدك أنت يا رب. أسأل باسم يسوع المسيح الناصري،
آمين. أعزائي المشاهدين، الآن حان وقت الأنشودة الدينية. خلنا نشوف سوا إيش كتب الشاعر بروح الله. خليقة جديدة، خليقة جديدة، أنا في المسيح خليقة جديدة. الأشياء القديمة قد مضت والكل صار جديد. سيرة الماضي الأثيمة انمحت، صرت إنسان سعيد. خليقة جديدة، خليقة جديدة.
عداوة دامت سنين لبيت أبوي رجعني فرح قلبي اللي كان حزين فرح قلبي اللي كان حزين فرحة أسير ونفك قيدا خليقة جديدة جديدة خليقة جديدة خليقة جديدة أنا في المسيح في المسيح خليقة جديدة خليقة جديدة خليقة جديدة أنا في المسيح خليقة جديدة الأشياء القديمة قد مضت والكل صار جديد سيرة الماضي الأثيمة انمحت صرت إنسان سعيد الأشياء القديمة قد مضت الكل صار جديد سيرة الماضي الأثيمة انمحت صرت إنسان سعيد سعادة الطفل في يوم عيد خليقة جديدة 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 أعزائي المشاهدين والآن بعد ما سمعنا هذه الترنيمة الرائعة ترنيمة خليقة جديدة كيف ممكن تحس حياتك بدون ما تكون خليقة جديدة تعالوا نتشارك مع بعض ونصلي عشان نكون خليقة جديدة في المسيح يسوع يا رب كم أنت عظيم يا رب يا سيد العظيم أحط بلدي السعودية من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها كلها كل قرية كل هجرة كل مدينة فيها سيد العظيم إنه تصير خليقة جديدة في المسيح يسوع وصلي من أجل هذا الشعب يا رب الطيب بالمسيح يسوع له كل المجد آمين أعزائي المشاهدين المدينة اللي حنصلي لها اليوم هي مدينة المدينة تقع يثرب أو المدينة على بعد 150 كيلومتر شرق البحر الأحمر وحوالي 400 كيلومتر شمال مكة وهي مدينة صحراوية البيئة تشتهر بطيبة أهلها خصوبة أرضها وكثرة مياهها كما يزرع بها أجود أنواع الرطب والتمور فلنصلي من أجل المدينة وأهلها يا أبانا السماوي يا إله السماء يا إله المحبة والجمال أحط يا رب أهل المدينة والمدينة والقرى اللي حولها والهجر يا سيد العظيم كما باركت بهذه الأرض وباركت في أرضها وباركت في سمائها استمر يا رب في عطاء البركات بارك بأهل المدينة الطيبين السمحين اللطيفين يا سيد العظيم تفتقد المدينة بروحك القدوس يا سيد العظيم اجعل اليوم
بركاتك تنزل على كل من هو في المدينة من أهلنا وأصحابنا وقاربنا يا رب. بالمسيح يسوع أحطهم أمانة بين يدك، وشكرا يا رب على المدينة وأهلها. آمين. الرب راعيني فما أحتاج إلى شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه هادية يقودني، ينعش نفسي ويرشدني إلى طرق البر إكرام لاسمه. حتى إذا اجتست وادي ظلال الموت ما أخاف شر لأنك معي، عصاك وعكازك هم معي يشددون عزيمتي. تبسط قدامي مأدبة على مرأة من أعدائي، مسحت بالزيت راسي وأفضت كاسي، إنما خير ورحمة يتبعوني طوال حياتي، ويكون بيت الرب مسكن لي مدى الأيام. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. للمسلمين كتاب، ولليهود كتاب، وللمسيحيين كتاب أيضا، ولذلك يلقب اليهود والمسيحيون عند المسلمين بأهل الكتاب. فكتاب اليهود يسمى التوراة، والإنجيل هو كتاب المسيحيين، وهناك كتاب آخر يسمى الكتاب المقدس، وكلهم لا نعرف عنهم الشيء الكثير، لأنهم بكل بساطة كتب محرفة يحرم على المسلمين قراءتهم أو الاعتراف بهم، وذلك النهي بحديث صحيح، علما أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولكن ما هو الكتاب المقدس؟ وهل هو محرفا فعلا؟ وكيف لنا أن نؤمن بشيء ولا نؤمن به في الوقت نفسه؟ أحبتي، يطلق اسم الكتاب المقدس على مجموعة الأسفار الإلهية التي كتبها رجال الله القديسين مسوقين من الروح القدس، يرجع تاريخ كتابته إلى عام 1512 قبل الميلاد، واستمرت كتابته 1610 سنين، وكان أول من كتب أسفاره النبي وكان أول من كتب أسفاره نبي الله موسى، وآخرهم البشير يوحنا. أول آية فيه هي: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وآخر آية هي: نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. كما ينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين رئيسيين هما العهد القديم والعهد الجديد، ويتألف العهد القديم من التوراة أو الأسفار التشريعية، وهي الخمسة أسفار الأولى من الكتاب المقدس، وقد كتبها النبي موسى، وهي التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. تتبعها الأسفار التاريخية وعددها 12 سفرا، هي يشوع والقضاة وراعوث وصموئيل الأول والثاني، وملوك الأول والثاني، وأخبار الأيام الأول والثاني، وعزرا ونحاميا وأستير. ومن بعدهم تأتي الأسفار الشعرية وعددها 5 أسفار، وهي أيوب والمزامير أي الزبور والأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد. وأخيرا
تأتي أسفار الأنبياء وعددها 17 سفرا، وهم أشعياء، أرميا، مراثي، حزقيال ودانيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، ناحوم، حبقوق، صفينيا، حجي، زكريا، وأخيرا ملاخي. أما العهد الجديد فيتكون من 27 سفرا، أول الأسفار هم الأناجيل الأربعة: الإنجيل بحسب متى، والإنجيل بحسب مرقس، والإنجيل بحسب لوقا، والإنجيل بحسب يوحنا. يأتي من بعدهم سفر أعمال الرسل، تتبعه الرسائل وعددها 21 رسالة، كتبها رسل المسيح، وهي رسالة إلى أهل رومية وأهل كورنثوس الأولى والثانية وأهل غلاطية وأهل أفسس، أهل فيليبي، أهل كولوسي، أهل تسالونيكي الأولى والثانية، وتيموثاوس الأولى والثانية، ورسالة إلى تيتوس، وإلى فيليمون، إلى العبرانيين، ورسالة يعقوب، ورسالة بطرس الأولى والثانية، ويوحنا الأولى والثانية والثالثة، وأخيرا رؤيا يوحنا، وهي سفر واحد فقط. أما بالنسبة للأناجيل الأربعة فقد كتبها 4 من أتباع السيد المسيح عن حياته وبشارته، كل واحد منهم من زاوية معينة تتفق مع بعضها دون اختلاف، كما تتكامل فيما بينها لتشكل صورة كاملة عن حياة وبشارة المسيح الرائعة. أما القول بأن الكتاب المقدس محرف فهذا كلام مردود عليه، فأين حدث هذا التحريف؟ ومتى؟ وكيف حدث؟ ومن حرفه؟ ولمصلحة من؟ وضد من؟ وإذا كان قد حرف فأين الكتاب المقدس الأصلي الغير محرف؟ وهل تبقى منه نسخة واحدة على الأقل لتشهد بقول التحريف؟ وإذا كان الإنجيل والتوراة محرفين فكيف يقول القرآن عنهم؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ فهذا دليل على أن التحريف لم يقع في وقت ظهور الإسلام، وإلا لما استشهد به القرآن. وإذا كان قد حرف بعد الإسلام لإنكار النبي، فهل اتفق المسيحيين في العالم حينها أن يحرفوا كتبهم في وقت واحد؟ كما أود أن أذكر أن قياس الإنسان المسلم للوحي هو فهمه بأن القرآن منزلاً بالحرف والكلمة، فكلمة جاءكم قد نزلت كما هي، إنما الوحي في الكتاب المقدس فيركز على المعنى لا مجرد الكلمة، فكلمة جاءكم ممكن أن تحل محلها أي كلمة أخرى تفيد نفس المعنى. فالتحريف في الإسلام حرفي، أما في المسيحية روحي ومعنوي، ولذلك يترجم الكتاب ويقرأ ويكتب إلى عدة لغات ولهجات وينتشر بكل بساطة. وكما قال المسيح: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. فكيف إذن يتحدى الإنسان الله وينتصر على الله كلي القدرة والمعرفة ويحرف كتاب الله ويكون الله العلي صامتا؟ إخوتي، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظكم ويدوم معكم، ولله المجد الدائم إلى الأبد، آمين. أعزائي المشاهدين، حان الآن وقت الاختبارات، هذه اللحظة اللي كلنا ننتظرها. خلنا نسمع اليوم إيش جانا. هذه الرسالة اليوم من ليبيا، تقول: أنا ليبية مسلمة، آمنت بتضحية المسيح منذ 2 أسبوع فقط، وأنا الآن أحتاج إلى التغذية الروحية والدينية التي أفتقدها، وللأسف ليس لدي جهاز استقبال لقناة الحياة ولا أملك الكتاب المقدس، فأرجو منكم باسم المسيح يسوع أن تساعدوني
لكي أحصل على الكتاب المقدس، لأن هذه هي أمنيتي. أطلب منكم هذا من كثرة ما سمعت من قناتكم أنها تخدم كل أبناء الرب وكل الذين يبحثون عن ملكوت السماوات، فأرجوكم تساعدوني للحصول على الكتاب المقدس. آمين. الرب يباركك يا أختي، وأنا أشجعك وأشجع كل من يبغى الكتاب المقدس أنه ترسلونا الآن، تكتبوا لنا، أتعطونا عناوينكم عشان نرسل لكم الكتاب المقدس. هنكون سعيدين جدا أنه نرسل لكم إياه، وتتباركوا بقراءة كلمة الله. بالمسيح يسوع، آمين. أعزائي المشاهدين، واضح أنكم سمعتوا الآن رسالة من قلب الرب لكم، وكأني شايف حماستكم وأنكم ودكم تخبرون أهلكم وأصحابكم عن هذا البرنامج المحبوب، المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. أترككم برعاية المسيح إلى أن ألتقي معكم ومع أهلكم وأصحابكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.